بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع محافظ القليوبية أيمن عطية موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الري. تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ مشروعات استثمارية على هذه الأملاك مع عدم التأثير سلبا على منظومة الموارد المائية والري، كما تم مناقشة اللمسات النهائية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المساحة ومحافظة القليوبية يتضمن قيام الهيئة بإعداد خرائط مساحية لكافة أملاك المحافظة.